من له أذن للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة الثالثة عن الرهبنة. ما يقوله الروح للكنائس. باسم الأب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع كلامنا في تاريخ الكنيسة. احنا اتكلمنا في المرة السابقة عن الكنيسة في روما وتأسيسها، وإن اللي أسسها القديس بولس وليس القديس بطرس، لأن الموضوع ده له تأثيره الكبير واستغلاله في سياسة الكنيسة العامة إلى يومنا هذا. لكن عايزين نعرف فكرة بسيطة عن انتشار المسيحية. من أهم الكنائس التي انتشرت فيها المسيحية الإسكندرية، لأن الإسكندرية كانت لها فيما بعد قيادة في المجامع المقدسة المسكونية، وخاصة المجمع المسكوني الأول والثاني والثالث. وفي القانون السادس لمجمع نيقيا المسكوني يذكر الإسكندرية وروما وباقي الكنائس إجمالا، يتكلم على اعتبار كما قرأت في أحد كتب التاريخ التي كتبها الكاثوليك، قالوا كانت الإسكندرية هي في رأيه هو الكنيسة الثانية في العالم المسيحي كله، يقصد بعد روما على طول. هذا قبل تأسيس كنيسة القسطنطينية. كنيسة الإسكندرية أسسها قديس ماري مرقس الرسول. أحيلكم إلى كتابنا عن ماري مرقس، ولكن أقول في هذا الأمر إن كنيسة الإسكندرية هي التي أسست أيضا الكنيسة في ليبيا، وفيما بعد هي التي أسست الكنيسة في السودان، وفي بلاد النوبة، وهي التي أسست الكنيسة في بلاد الحبشة سنة 329. فكان لها مركزها اللاهوتي، لأن ممثلي كنيسة الإسكندرية كانوا قادة الفكر اللاهوتي في العالم في القرون الأولى. ومن هنا كان بابا الإسكندرية يلقب بقاضي المسكونة. ولهذا سبب آخر، إن كنيسة الإسكندرية أسست أول مدرسة لاهوتية في العالم، وكان يأتي إليها أشخاص من نواحي متعددة. وهؤلاء الذين يتخرجون في مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، بعضهم كان يصير أسقفا أو مطرانا أو بطرك في بلاده، فكان يلجأ إلى أساتذته في مدرسة الإسكندرية، فكان يعتبر بابا الإسكندرية قاضي المسكونة من هذه الناحية، ولا يقصد بها المسكونة كلها، لكن الشرق الأوسط بوكن عام اللي كان بيجوا ناس منه يدرسوا في الإسكندرية. أساتذة الإسكندرية في غالبيتهم صاروا بطاركة الكرازة المرقسية. فمر وقت قبل الرهبنة كانت مدرسة الإسكندرية هي التي تخرج أشخاصا أكفاء أنهم يتولوا منصب البطريركية في الإسكندرية. أيضا في الإسكندرية كان أول ترجمة للكتاب المقدس في العهد القديم، اللي هي الترجمة السبعينية في اليونانية. وكان بطاركة الإسكندرية وأساتذة الإسكندرية أقوياء في اللغة اليونانية، لدرجة كانوا يسموهم Greek Fathers في كثير من الأوقات. وفيها أيضا كان قداس خاص بماري مرقس، القداس المرقسي
اللي فيما بعد أضيفت إليه إضافات وصار اسمه القداس الكيرلسي في عهد البابا كيرلس عمود الدين. أقدم قداس في الكنيسة كان القداس الذي استخدمه الرسل في أورشليم، قداس يعقوب الرسول. وبعدين عندنا القداس المرقسي اللي هو بقى القداس الكيرلسي، وبعدين بقى في قداسات عديدة، لكن جوهر هذه القداديس جوهر واحد. يريد في فترة من الفترات أقدر أديكم فكرة عنه. القديس ماري مرقس مؤسس كنيسة الإسكندرية له عمل آخر مسكوني في بلاد متعددة، على اعتبار أنه كان تلميذ أو زميل لبولس الرسول، وبشر في أماكن عديدة جدا حتى في روما نفسها، لأنه إنجيل ماري مرقس هو أقدم الأناجيل بشهادة جميع علماء الكتاب، وكتبه إلى أهل روما، فكان مشتركا في تأسيس كنيسة روما من جهة إنجيله أيضا. أقدم كنائس العالم كنيسة أورشليم، كنيسة الإسكندرية، كنيسة أنطاكيا. كنيسة أنطاكيا اللي هي كنيسة إخوتنا السوريان الأرثوذكس، في سفر الأعمال إصحاح 11 يقول إن التلاميذ تسموا مسيحيين أولا في أنطاكيا، يعني كان اسمهم التلاميذ لكن تسموا مسيحيين أولا في أنطاكيا. حاليا في أنطاكيا اللي بتعتبر كرسي رسولي أيضا فيه كنيسة السوريان الأرثوذكس، وفيه كنيسة الكاثوليك لكرسي أنطاكيا، وفيه كنيسة الروم الأرثوذكس لكرسي أنطاكيا. فأصبح كرسي أنطاكيا الرسولي فيه كنائس متعددة للكاثوليك وللأرثوذكس الشرقيين اللي هم السوريان وللروم الأرثوذكس. الرسل كرزوا أولا في أورشليم مدة طويلة، ولما تشتت اليهود خارج أورشليم بيقول سفر أعمال الرسل إصحاح 8 والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فبدأ الرسل يتوزعون في جهات العالم المتعددة وتأسست كثير من الكنائس المحلية. نسيب الموضوع ده إلى حين لغاية لما ندهلكم بطريقة مفصلة، وأحب الآن أن أعطيكم فكرة تفصيلية عن موضوع الرهبنة كموضوع قائم بذاته في التاريخ. الرهبنة بدأت في مصر، وأب جميع الرهبان هو القديس أنطونيوس الكبير، وقصته معروفة عندكم. قبل أنبا أنطونيوس ذهب أنبا بولا، وأنبا بولا هو أول السواح في العالم كله، لكنه لم يعتبر مؤسس الرهبنة ولا أول الرهبان، لأنه لم يكون مدرسة رهبانية يتتلمذ عليها آخرون. فأعتبر أنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان لأنه كون مدرسة رهبانية وتتلمذ عليها كل الذين نشروا الرهبنة في جهات العالم كله. الرهبنة بدأت ليس هربا من اضطهاد ولا هربا من فقر كما يحدث عند أعداء الرهبنة يحاربونها. فأنبا أنطونيوس أول راهب كان شابا غنيا، وورث حوالي 300 فدان من أراضي بني سويف من أخصب الأراضي، وترك ماله بناء على وصية المسيح: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك. فما كانتش مسألة فقر. وأيضا لأن الرهبنة دخل فيها بعض الأمراء مثل ماكسيموس ودوماديوس، ودول ما نقدرش نقول عليهم أنهم كانوا فقراء، دول أمراء، وبعض الملكات أيضا، ودخل فيها أرسنيوس معلم أولاد الملوك كان في منصب كبير،
كان من تلاميذه اثنين من الأمراء صاروا أباطرة في العالم الروماني. فلم تكن الرهبنة هربا من فقر، وأيضا لم تكن هربا من اضطهاد. فأنطونيوس الكبير لم يكن مضطهدا، بل إنه لما سمع بأن هناك اضطهاد نزل لكي يشجع المعترفين والذين صاروا شهداء، يشجعهم في سجنهم ويثبتهم في الإيمان. فطبعا دي مسألة، مش مسألة واحد خايف من اضطهاد. ربنا لم يسمح إنه ينال إكليل الشهادة لأنه حفظه لعمل آخر، هو نشر الحياة الملائكية على الأرض. وأيضا نسمع أن الرهبان بعضهم استشهد، وبخاصة أثناء الاضطهاد الخلقدوني الذي بدأ من سنة 451 من مجمع خلقدونيا إلى 641 أو إلى 44 في دخول الإسلام في مصر وانتهاء الحكم الروماني، يعني حوالي 190 سنة نال فيها الرهبان استشهادا من نوع آخر، ليس من الوثنيين وإنما من إخوتهم المسيحيين أصحاب الطبيعتين في ذلك الزمن. فالرهبنة لم تكن هروبا من فقر، ولم تكن أيضا هروبا من استشهاد، وخصوصا لسبب ثالث، وهو أن نهضة الرهبنة بدأت بعد انتهاء الاضطهاد الروماني. فلو عرفنا أن قسطنطين أصدر مرسوم ميلان بالحرية الدينية سنة 313 في بداية القرن الرابع، نجد أن كل أبطال الرهبنة الكبار اللي عرفنا عنهم في التاريخ ما كانوا عايشين في القرن الرابع. ده أبو مقار الكبير ولد سنة 300 وترهبن سنة 330 في عز الحرية الدينية، ولم يكن هناك اضطهاد ضد المسيحيين في ذلك الحين. فما كانش في نوع من أنواع الاضطهاد يدفع إلى الرهبنة. الرهبنة بنيت على محبة الله والتفرغ الكامل له، وهكذا كان الرهبان. ولم تكن الرهبنة أيضا وسيلة للوصول إلى المناصب الكهنوتية كرتبة الأسقفية أو المطرانية أو البطريركية، لأنه كان هناك انفصال كامل بين الرهبنة والكهنوت في بدء الرهبنة. القديس الأنبا بخوميوس أب الشركة هرب من القديس أثناسيوس الرسولي لما أراد أن يرسمه كاهنا. القديس الأنبا أنطونيوس الكبير لم يكن كاهنا، مع أنه كان المرشد الروحي للبابا أثناسيوس الرسولي. البابا أثناسيوس الرسولي اختير بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية سنة 328، وفي ذلك الوقت كان موجود أنطونيوس الكبير، وكان موجود بخوميوس الكبير، وكان موجود زعماء الرهبنة الأول، وهو شماس. فلم تكن الرهبنة في أولها وسيلة إلى الكهنوت. بدأت رئاسة الكهنوت تستقر في الرهبنة منذ القرن السابع للبطريرك 39، لكن قبل كده ما كانش مستقرة. حوالي 4-5 بالكتير كانوا قبل هذا التاريخ في القرن السابع. قال البعض ان القديس كيرلس عمود الدين اول راهب بطريرك، والكلام ده غير صحيح. هو كان خاله البابا توفيلس البطريرك 23، أرسله فترة خلوة في الأديرة ليتتلمس في الحياة الروحية، ولم يصل راهبا، ثم أرجعه سكرتيرا خاصا له ورسم بطريركا
بأنه البطريرك الرابع والعشرين. ما كانت الرهبنة بعيدة بعدا كاملا عن الكهنوت. القديس باخوميوس الكبير كان يستخدم كاهنا متزوجا من كهنة الريف المحيط به لكي يقيم القداسات في الدير، وكان مع أن كان عنده مئات أو عشرات المئات من الرهبان، إلا أنه لم يكن يوجد بينهم كاهن واحد طول مدة حياة القديس باخوميوس الكبير. والذين خلفوه لم يكونوا كهنة، حتى تلميذه العظيم القديس تدرس ما كانش كاهن. فالكهنة كان الرهبنة كانت بعيدة عن الكهنوت، لأن الكهنوت كان يمنع من حياة الوحدة. الكهنوت مجال للرعاية وللافتقاد ولتقبل الاعترافات إلى آخره، فكان يمنحهم عن حياة الوحدة، وأيضا يوجدهم في العالم الذي هربوا منه، فكانوا بعيدين عن الكهنوت. ثم فيما بعد وجدوا أنهم مضطرون إلى إيجاد كاهن للدير لإقامة القداسات ولأخذ اعترافات الرهبان، فبدأ الكهنوت يدخل لسبب رهباني وليس لسبب رعوي في العالم، يعني حاجة جوه الدير لخدمة الدير. من هنا نسمع أن القديس الأنبا إيسيزوروس كان كاهنا لحوالي 3000 من الرهبان، 3000 من الرهبان يقيم لهم القداسات. ولذلك عندما ضل راهب أو سقط واحتضنه القديس الأنبا إيسيزوروس، فالشيطان تضايق من هذا لما وجد أن الراهب ده بقى بتاع صلاة وصوم، فقال للأنبا إيسيزوروس: أما يكفيك إن إحنا لا نستطيع أن نقترب إلى قلايتك ولا إلى القلاية التي إلى جوار قلايتك اللي تعيش في ظل صلواتك، وثلاثة آلاف أخ تبعك واحد منهم بقى عندنا، أصبح الآن يعتدي علينا بالصلاة والصوم كل يوم، يعني كان معاه 3000 واحد. بالمثل لما رسم الأنبا موسى الأسود كاهنا، كان عنده حوالي هذا العدد تحت رعايته، فأصبح عدد نادر قليل بيرسم في الكهنوت لإقامة القداسات ولأخذ الاعترافات وليس للرعاية في المدن في العالم في الريف. ده ما كانش موجود، كانت الرهبنة بعيدة بعدا كاملا عن الكهنوت. القديس مكاريوس الكبير كان كاهنا قبل الرهبنة. قبل إيه؟ الرهبنة. في تاريخه يقول: عندما كنت شابا أخذوني وجعلوني قسا على ضيعة، فإذ لم أوسر أن أتقلت هذه الرتبة هربت إلى آخر. فيما بعد لما نما عدد الرهبان بشكل غير محدود لينا، يعني احتاجوا إلى من يرسم في رتبة قمص، فوجدنا شخص مثل الأنبا دانيال قم الشهيد، يعني برية شهيد كلها بكل ما فيها من الأديرة كان ليها قمص واحد. ثم أيضا الأنبا يؤنس القمص، فالاثنين دول كانوا هما برتبة قمص في الكنيسة. فكانت الرهبنة بعيدة عن الكهنوت. لما يبقى راهب قسيس لرعاية 3000 واحد أو راهب قمص لبرية شهيد كلها، دي مسألة مش مسألة كهنوت زي دلوقتي بقى الكهنوت اللي ما يترسمش كاهن يزعل ويفتقد أنه يقول ده تجاهلوه وما بيعملهوش معاملة طيبة. زمان ما كانش فيه حاجة خالص. برية شهيد أول دير أنشئ فيها هو دير البراموس، هو أول دير أنشأه قديس مكاريوس الكبير.
وسماه دير البراموس على اسم القديسين مكسوموس ودوماديوس الأميرين الرومانيين، فسماه با روميوس. با باللغة القبطية يعني the one of، روميوس يعني الرومانيين، يعني the one of the Romans، يعني بتاع الرومانيين، اللي هو نسبة إلى مكسيموس ودوماديوس الأميرين الرومانيين. بعد كده لما أصبح هذا الدير لا يصلح، لا يكفي لسكن الرهبان، أنشأ ديرا آخر هو الدير الثاني، دير مقريوس الكبير، هو الدير الثاني اللي أنشأه القديس مقريوس. بعد كده أنشئ دير الأنبا بيشوي، دي على برية شهيد، أنشئ دير الأنبا بيشوي الدير الثالث في البرية. وأنبا بيشوي وأنبا يؤنس القصير كانا تلميذين للقديس الأنبا بمو. وبعدين دير السريان، وأسموه دير السريان لأن كثيرا من السريان كانوا يأتون ويترهبون فيه، أيام ما كانش فيه أديرة أخرى في بلاد العالم الأخرى، وأيضا لما كان بركة برية شهيد كبيرة جدا عند الناس، فكانوا يفضلون أن يترهبوا في هذه البرية المقدسة التي سميت شهيد، أي ميزان القلوب. الرهبنة كما نشأت بأنظمة تتمايز عن بعضها البعض. كان أشدها في نظام الوحدة نظام القديس أنطونيوس الكبير، كانوا يعيشون كلهم في وحدة في مغارات في الجبل، نظام أنطونيوس، لدرجة أن القديس بولس البسيط بعد أن قضى فترة من التلمذة عند الأنبا أنطونيوس قال له اذهب واسكن في مغارة لوحدك في الجبل لكي تجرب حروب الشياطين. يعني هو عايش دلوقتي تحت ظل صلواته، لكن مش هيخليه تحت ظل صلواته باستمرار شخص ديبندنت بيعتمد على غيره، لا، يروح بنفسه ويسكن في الوحدة ويجرب حروب الشياطين. كان نظام الوحدة كامل عند القديس الأنبا أنطونيوس. هو نفسه قضى 30 سنة في الوحدة لا يرى وجه إنسان، لغاية لما جم الناس واقتحموا عليه مكان وحدته وقالوا له لابد تقعد معانا وتلمزنا في هذا الطريق. الأنبا أنطونيوس ولد سنة 251 ميلادية وتنيح سنة 356، يعني عاش 105 سنة من العمر، منهم فترة شبابه الأول وال30 سنة التانيين اللي هو قضاهم في وحدة كاملة، ثم بدأ من ذلك التاريخ في بداية القرن الرابع يتلمذ أشخاصا كثيرين. ده نظام أنطونيوس. نظام باخوميوس كان نظام شركة، عشان كده يسموه أب الشركة. الشركة يعني مئات من الرهبان بيعيشوا مع بعض في دير من الأديرة، وكل واحد له وظيفته بيشتغل فيها حسب مهنته وعمله، وبيصلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض تحت إدارة حازمة جدا، هي إدارة القديس باخوميوس اللي كان رجل عسكري قبل كده، ماشي بطريقة كده نشف. هذا النظام أوجد أديرة كثيرة، وكان القديس أنبا باخوميوس في ناحية إسنة تقريبا، وأنشأ أديرة في منطقة طبنصين في الحتة دي، وكان بيساعده في إنشائها تلميذه تدرس. للأسف الشديد حياة الشركة التي نظمها القديس باخوميوس لم تخرج لنا كثيرا من القديسين. فين القديسين اللي احنا بنسمع عنهم؟ ما فيش، يعني في مجمع القديسين ما تلاقيش غير اسم باخوميوس وتلميذه تدرس.
غالبية القديسين الباقيين كلهم من برية شهيد، لو استثنينا في الأول اسم أنبا أنطونيوس والأنبا بولس. لأن حياة الرهبنة كانت هي أصلها في حياة الوحدة والتفرغ الكامل لله. بين البينين، بين نظام بخوميوس ونظام الأنبا أنطونيوس، في نظام في الوسط هو نظام القديس مكاريوس. نظام الأنبا شنودة كان أيضا نظام دائري مثل الأنبا بخوميوس. يختلف عنه في حاجة بسيطة، أن الأنبا شنودة كان رجلا واعظا مشهورا، وبيعتبروه في التاريخ زعيم الأدب القبطي. وليه سموه زعيم الأدب القبطي؟ لأنه أراد أن يحرر اللغة القبطية من التأثيرات اليونانية الموجودة فيه، فاليونانيين ما يحبهوش. لما نشوف أقوال الآباء اللي نشرت مجموعة نيقيا وما بعد نيقيا والغيرة دي، ما نلاقيش أبدا اسم الأنبا شنودة ده، لأنه راجل قبطي صميم وما كانش أراد أن يتحرر من الجو اليوناني، والثقافة اليونانية كانت ثقافة العالم. تلاقوا ليه حاجات كتيرة في مجموعة مورغان في المتحف القبطي اللي فيكوا عايز يشوف حاجات الأنبا شنودة. وأيضا تكلم باللغة الصعيدية، هو صعيدي طبعا، ولذلك حتى اسمه صعيدي، يعني بالبحيري شي نوتي، نوتي التيه بتبقى دال في الصعيدي، يقول شي نودة. زي مثلا ما تقول با افنوتي بافنوتيوس، يقول لك ببنودة. نوتي برضو بتاع با افنوتي بقت دال بقت نودة، والفه بتبقى به بقت ببنودة، ده البا افنوتي. هو كان رجل صعيدي ويهتم بالقبطية وما يحبش يدخل فيها الحاجات اليونانية. وأيضا كان واعظا كبير، يعني بيقولوا كان كل يوم حد بيجتمع عنده في الدير حوالي 10,000 واحد، بيفتح ديره لأهالي المناطق المحيطة به لكي يستمعوا إلى عظاته. فين العظات الضخمة اللي قالها القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين اللي كانوا بيحضروها 10,000؟ ياريت معهد دراسات قبطية يدور لنا عليها، يترجم لنا بعضيها، دي شغلانتكم انتوا وشغلة قسم اللغة القبطية في المعهد، اللي تلاقوه مفيد. يعني ساعات بعض مقتطفات بسيطة يحطوها في العظات بتاعت أسبوع الألام، ولكن هي لا تمثل المجهود الكبير الذي قام به الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. النظام المتوسط هو نظام القديس مكاريوس الكبير، كان فيه بعض متوحدين، وفيه رهبان في الأديرة، وفيه رهبان يعيشون حياة الوحدة 6 أيام في الأسبوع، وفي عشية السبت يأتون إلى الكنيسة لكي يحضروا مع الشيوخ أسئلة من المبتدئين وإجابات من الشيوخ، ويقضون الليل غير التعليم ده في التسبيح، وفي الصباح يشتركون في التناول من الأسرار المقدسة، ثم يتناولون معا في مائدة الدير، ويخرجون إلى وحدة أخرى تشمل الأسبوع كله لا يلتقون فيها بأحد. ولذلك اللي فيكم بيزور الأديرة الوقت بتاع برية شهيد يجد أن الكنيسة موجودة، في الغرب من الكنيسة المائدة الأثرية، لأنهم بيخرجوا من الكنيسة إلى المائدة وبعدين يمشوا، ويبقى طول الأسبوع ما يتكلموش حتى وهم خارجين من الكنيسة. كان القديس مكاريوس الكبير يقول للرهبان وهم خارجين من الكنيسة: فروا يا أخوة فروا. يقولوا له: إلى أين نفر؟ يضع إيده على فمه ويقول لهم: من هذا فروا. فكانوا يعني متوحدين، بس لا تمنع هذه الوحدة من يوم في الأسبوع يقضوه مع بعض. الرهبنة كما قلت لكم هي أصلها حياة وحدة،
كلمة حتى موناستيسيزم مامونو يعني الوحدة، وكلمة مونك ما مشتقة من مونو، وموان بالفرنساوي ما هو يعني متوحد، يعني كلمة رهبانة دي تعبير تاني. لكن كان زمان على حسب اللغة اليونانية والإبطية كان معتبرين أنهم متوحدين موناخس. الوحدة هي الأساس. لماذا؟ لأن الرهبنة كما بدأت هي حياة الصلاة الدائمة والتفرغ الكامل لله ولمحبة الله والبعد الكامل عن العالم للتفرغ لله. يبقى البعد الكامل عن العالم أو الموت عن العالم أو الغربة عن العالم من أجل التفرغ لمحبة ربنا. أدي الرهبنة في حقيقة. ولذلك اللي يقرأ كتاب سلم الفضائل بتاع الدرجي اللي يسموه يوحنا كليماكوس، كليماكوس يعني درج يعني سلم، ساعات يترجموه يوحنا السلمي عند الناس اللبنانيين، يجد أول درجاته الغربة والموت عن العالم والتجرد. الغربة، الموت عن العالم، التجرد. الراهب بيصلوا عليه صلاة أموات، يعني مات عن العالم، مش مات موتا تقصيا، مفروض مات موتا فعليا، يعني عمليا مات عن العالم، أصبح لا شأن له بالعالم ولا شأن للعالم به. لكن ساعات الكنيسة تأتي لهذا الميت في يوم من الأيام عايزة تستخدمه وتقول له لعازر هلم خارجا، فيخرج وهو مربط ويرجع للحياة في العالم مرة أخرى. من أحسن الكتيبات أو النبذات أو القصص التي تشرح لكم هذا الأمر قصة كتبتها قديما سنة 1960 تقريبا أو حاجات زي كده قبل ما أبقى أسقف، اسمها أبونا أناستاسي، عن راهب ظن أنه مات ودفنوه وعاش كميت. اقروها يعني لكي تفهموا ما هي الرهبنة في نشأتها وفي بدايتها. موت عن العالم، موت عن العالم دي الوسيلة، لكن الهدف هو التفرغ لله ولمحبته وللصلاة الدائمة. العلماني يستطيع أن يعمل كل ما يعمله الراهب بلا استثناء ما عدا الصلاة الدائمة. ما هي الصلاة الطاهرة التي بلا طياشة؟ فقال لهم هي الموت عن العالم. يمكن تلاقوا ما فيش جمع بين الاثنين، لكن طالما الواحد ماشي في صلاة دائمة يبقى العالم ملهوش وجود، يبقى مات فعلا على العالم. لكن إذا الصلاة انحرفت إلى التفكير في العالميات يبقى ما بقتش صلاة طاهرة بلا طياشة، يبقى طهش. ولذلك نقرأ أن قديس مكاريوس الإسكندراني في تدريبه الروحية الجميلة مرة قرر أن يدخل في تدريب اسمه صلب العقل. يعني صلب العقل أو صلب الفكر. دخل إلى مغارة له في البرية الجوانية ما فيهاش أي حاجة غير حصيرة بس واقف عليه، وقال لعقله: هو ذا أنت أمامك الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، وأمامك السماء والملائكة، فابقى هناك ولا تخرج من هذا الموضع. وصلب عقله في هذا الأمر لكي لا يخرج منه. وكان عامل تدريب لمدة 4 أيام. الشيطان تعب منه، يومين مروا عليه ما فيش في مخه غير ربنا والسماء والملك، ما فيش حاجة تانية أبدا. فالشيطان لما تعب منه حرق له الحصيرة اللي هو واقف عليه، فهو التفت إلى النار فعرف إن التدريب سقط وفشل لأنه بص للنار. أظن يعني مش ممكن أبدا واحد يقدر يصلب عقله في الله ويقول له لا تتحرك من هناك.
ولذلك من القصص اللطيفة في هذا الموضوع أن راهبا كان سائرا في الطريق، وبعدين لقى ملاكين حوله، ملاك على اليمين وملاك على الشمال، فلم يسمح لنفسه أن ينظر إلى أي منهما، وقال لنفسه: لا ملاك ولا رئيس ملائكة يفصلني عن محبة الله. يعني شعر أن مجرد أن ينظر الملائكة يعني أخرج فكره من هذا الوجود في حضرة الله إلى حاجة تانية. ولهذا السبب كان القديس الأنباؤور يقول لتلميذه: انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية كلمة غريبة. كلمة غريبة يعني إيه؟ يعني كلمة غريبة عن الإلهيات والروحيات، كلمة غريبة تبقى مفيش. وقال الشيخ الروحاني إن محبة الله غربتني عن البشر والبشريات. ومن هنا كان الذي يبدأ الرهبنة الحقيقية كما يحكيها لنا التاريخ في القرن الرابع يبدأها بحياة الغربة، والغربة بالموت عن العالم ويبقى لا شيء عنه. حياة الغربة كانت تلجئهم أيضا إلى حياة الصمت، والصمت عند الرهبان غير الصمت عند العلمانيين. الصمت عند العلمانيين إنه لا يخطئ بلسانه، لا يخطئ بلسانه. والصمت عند الرهبان إنه يعطى فرصة للالتصاق الدائم بالله، كما كان يقول القديس أرسنيوس: لا أستطيع إني أتكلم مع الله والناس في وقت واحد. فبيصمت لكي يتكلم مع الله، مش بيصمت عشان ما يغلطش بلسانه. ده ما يغلطش بلسانه دي للعلمانيين، هو طبيعي ما بيغلطش. يبقى الرهبنة كانت حياة الغربة، كانت حياة الصلاة الدائمة، كانت حياة التجرد، حياة الموت عن العالم، حياة الصمت من أجل الصلاة. ولهذا حينما كان واحد من هؤلاء الصامتين يتكلم، كان يتكلم بكلمة منفعة، وكان الناس يأتون من مشارق الدنيا ومغاربها لكي يستمعوا إلى كلمة منفعة من هؤلاء الرهبان. ولم يحدث أن الرهبان كتبوا عن أنفسهم، وإنما كتب عليهم السواح الزائرون السائحون الذين أتوا لكي ينتفعوا من حياتهم ومن قدوتهم ومن كلمة منفعة عنهم. وأشهر هؤلاء بلاديوس الذي وضع كتابه هيستوريا لوزياكا الذي ترجم باسم بستان الرهبان Paradise of the Fathers كما قلت لكم من قبل. ثم أيضا جون كاسيان اللي ألف كتابين، كتاب The Institutes المعاهد، وكتاب The Conferences المعاهد أو اللقاءات. اللقاءات هو لقاءات مع مجموعة من الرهبان القديسين. قال في مقدمة هذه اللقاءات في كتابه The Conferences، قال في منطقة البحيرات في الدلتا، عالي الدلتا، في بحيرات هناك، بحيرة البرولوس، بحيرة مريوط، بحيرة المنزلة، كان المكان لا يصلح لسكن الناس من الناموس والحشرات، فصلح لسكن الرهبان فقعدوا فيه علشان ما فيش حد يقعد معهم. طبعا دلوقتي هذه المنطقة أصبحت ليست تحت ناموس كما كانت من قبل، وزال منها الحشرات والحاجات دي وبقت تصلح لسكن الألمانيين. عمل كتابين عنهم جون كاسيان، كتاب روفينوس ديزرت فاذرز، جيروم كتب عن بعض المتوحدين وكتب حياة أنبا بولا السائح وحياة القديس يوحنا الأسيوطي، وتوالت الكتابات عن الرهبان. الرهبان كانوا لكي يصلوا إلى حياة الوحدة كان لابد لهم من أن يغلقوا
ثلاثة أبواب. يغلق أولا باب الحواس، باب الحواس، لأن الحواس تلد أفكارا، ما تراه تفكر فيه، ما تسمعه تفكر فيه، ما تلمسه تفكر فيه إلى آخر. فيغلق باب الحواس، وبعدين يغلق باب القلاية، وبعدين يغلق باب الفكر، ومعه باب اللسان، وداخل هذه الأبواب المغلقة يحيا حياة الوحدة. فكان لابد أن الإنسان يتدرب على هذا الأمر. اللي بيتكلم كتير ما بيقدرش يصلي في نفس الوقت، زي ما أنا بعمل دلوقتي بكلمكم وما بصليش. فكان الواحد ما يتكلمش، كان الواحد إيه؟ ما يتكلمش. القديس أرسنيوس قال ما أقدرش أتكلم مع ربنا وأتكلم مع الناس في نفس الوقت، إلا لو كان الكلام كلاما إلهيا، فيبقى عنده وجود مع الله مع نفس الوقت اللي فيه وجود مع الناس، ويبقى ما انفصلش عن الله لأن لسانه بيتكلم بالإلهيات، لكن اللي يتكلم في السياسة وفي غيره ما فيش فايدة. وكان الرهبان بركة للكنيسة، مع أنهم ما كانوا يخدمون الكنيسة، من أجل حياتهم الطاهرة كانوا بركة. يذكرني هذا بقول الله لأبينا إبراهيم في تكوين الصح 12 من آية 1-3، قال له أباركك وتكون مباركا وأبارك مباركك ولعنك ألعنه وتكون بركة. فكان إبراهيم بركة لجيله من الناحية الإيمانية، كما كان إيليا بركة في بيت أرملة صرفت صيدا، وكما كان إليشع بركة في بيت الشونمية، وكما كان يوسف بركة في أرض مصر. وفي ناس كلمة بركة أقولها لكم في حاجة بسيطة جدا. نتذكر في قصة سدوم وعمورة لما تشفع فيهم أبونا إبراهيم وبدأ يتدرج مع ربنا من 50-40 تأتي لغاية لما وصل لـ10، ربنا قال إن وجد 10 في المدينة أبرار لا أهلك المدينة من أجل الـ10، ما قالش لو صلى الـ10 أقبل شفاعته، مجرد وجودهم كده، إن وجد 10 لا أهلك المدينة من أجل الـ10. يا ليتنا نصلي أن يوجد 10 من الرهبان بتوع زمان، وربنا يشفق على الكنيسة من أجل الـ10، لتبقى الـ10 الطيبة اللي ربنا ما يهلكش المدينة من أجل الـ10. كانوا بركة للعالم، ولم يسمعوا لم يسمحوا لأنفسهم أنهم يخرجوا عن وحدته. ومن شروط الرهبنة البتولية والطاعة والفقر الاختياري. ولذلك الراهب حسب القوانين، يعني القوانين الحالية تقول إيه؟ الراهب يرثه ديره، يعني أقاربه ما يورثهوش، يورثه ديره، وده قانون معتمد عندنا في مصر يعني. لكن يسبق هذا التعبير يعني سؤال من يرث الدير، نقول يرثه ديره. هناك سؤال قبل هذا، هل للراهب شيء يورث حتى يرثه ديره؟ سؤال نلقيه في الطريق ونتركه بدون جواب. للإجابة على هذا السؤال، إن قديس أرسنيوس مرة جابوا له ميراث من أهله، فقال لهم أنا مت من قبل والميت لا يرث ميت، فرفض أن يقبل الميراث. فالرهبان كانوا في الفقر لا يملكون شيئا، عاشوا في حياة الوحدة، في حياة التأمل، في حياة الفقر، في حياة الصلاة، في حياة التجرد، في الغربة الكاملة عن العالم،
ولكنهم ارتقوا في الوحدة حتى وصلوا إلى درجة السياحة. وهنا هيبقى الجزء اللي فاضل أكلمكم فيه عن السياحة. أول سائح هو القديس الأنبا بولس السائح، قيل عنه أنه عاش حوالي 80 سنة لا يرى وجه إنسان. في فرق بين متوحد وسائح. في رجل متوحد في مغارة في الجبل، الناس يزورونه أو هو يلتقي بالناس، ومعروف مكان إقامته، متوحد في الحتة الفلانية إلى آخر. لكن كان هؤلاء السواح يعيشون في البرية الجوانية في مكان غير معروف، تمر عليهم عشرات السنوات لا يرون وجه إنسان، وإن عرف المكان ينتقلون منه إلى غيره. لعلكم قرأتم بعض الشيء، القصيدة بتاعت سائح: أنا في البيداء وحدي، ليس لي شأن بغيري، لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري، وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري، تائها أجتاز في البيداء من قفر لقفري. يعني لو عرف مكانه في هذا ده، سأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري. وكلمة ما لست أدري دي توضح لنا شيئا آخر، إن هؤلاء الناس تاهوا في البراري والقفار، بحيث أصبحوا هم أيضا لا يعرفون أين هم. عارفين الآية بتاع التائهين في البراري والقفار؟ الشخص اللي مكانه معروف ما يبقاش تايه، لكن اللي تايه لا هو يعرف مكانه ولا حد يعرف مكانه. ولذلك في قصة أنبا كراس السائح، يعني الذي كتب قصته القديس الأنبا بموة الذي كفن القديسة إيلاريا بنت الملك زينون، كان بيمر على ناس سواح في الطريق، فيقابل واحد يقول له: اسمك ايه؟ اسمه سمعان. بقالك كم سنة؟ بقالي 50 سنة في السياحة. قال له لا، بيقول له في الأول: هل أنت القديس الأنبا كراس؟ يقول له: مين أنا الأنبا كراس؟ اللي يعني ما تستحقش الأرض أن يدوسها بقدميه، جوايا في البرية واحد تاني أكتر، يخش اللي بقاله 60 لغيره، لغاية لما وصل إلى الأنبا كراس السائح، تائه في الجبال، فيش حد يعرفه فين. سمح الله أن هؤلاء السواح يرسل لهم أشخاصا يعرفون سيرتهم ويكتبونها للأجيال وتحفظ في الكنيسة وفي تاريخها. فالقديس الأنبا بولس السائح أرسل له الله الأنبا أنطونيوس، عرف طريقه، عرف قصته، وكتب قصته لنا، كلكم عارفين قصته، عيده في 2 أمشير. القديس مثلا أبا نوفر السائح، ربنا أرسل له الأنبا ببنودة يكتب سيرته ويوصلها لنا. القديس الأنبا موسى السائح، ربنا أرسل له الأنبا صمويل يعرف سيرته يكتبها. القديس الأنبا بيجيمي، القديس أبا نوفر قلنا أرسل له أنبا ببنودة. كل قديس من دول كان بيبعت له واحد يعرف سيرته ويعيش كده في البرية. القديس الأنبا بيجيمي ما كانش عنده حاجة أبدا، يعني كان لا يملك شيئا في قليته، عشان يأكل ينزل يأخذ من أوراق الشجر الموجودة، وليشرب يشرب الندى الذي على الأوراق، وده كل أكله. لا يحتفظ في قلياته بشيء، فيش أي أدوات. أنا طلعت لكم نبذة عن السواح، ممكن تقروها وتضموها إلى محاضرة هذا اليوم لكي تعرفوا من هم السواح. أشخاص عاشوا في البرية الجوانية عشرات السنين، لا يرون وجه إنسان، لا يعرفون شيئا عن العالم وما فيه. الله أرسل لكل منهم من يراه قبل موته ويدفنه ويعرف قصته ويكتب العالم. كذلك أيضا كان فيه بعض السائحات، مثل القديسة مريم القبطية، عاشت في السياحة مدة طويلة بعد توبتها، وأرسل لها الله في آخر أيام القديس الأنبا زوسيما السائح، عرف قصته
وسلمها للكنيسة فحفظت فيه. مع ذلك الرهبنة كان لها بعض الخدمات للعالم، من ضمنها نساخة الكتب المقدسة. قبل الطباعة ما كانش فيه نسخ من الكتب المقدسة، فكان الرهبان ينسخون الكتب المقدسة. قيل إنه كان في برية دير الأنبتشوي حوالي 400 خطاط سكرايب بينسخ. كلمة ينسخ حتى جت من الإبطية العربية، بالإبطية ساخ ويكتب يعني إسخاي، وجت هنا ينسخ. كانوا ينسخون الكتب المقدسة وينسخون كتب الصلوات وكتب البيعة زي كتب المزامير والبصلمودية والأجبية والسنكس إلى آخر. السواح الذين عرفناهم، يمكن عرفنا الأسماء 15-20 سائح من السواح المشهورين، لكن هناك سواح لم يعرف التاريخ عنهم شيئا، لأنهم كانوا أكبر من التاريخ وأعظم من التاريخ. وإن شاء الله في العالم الآخر بعد عمر طويل حينما تصلون إلى هناك ربما ترون بعض السواح الذين لم نكتب عنهم ولم نقرأ عنهم، ولكن الله كان يعرفهم معرفة كبيرة. تاريخ السواح وتاريخ الرهبان، أنا آسف إن أنا أقول كل ما نعرفه عن هؤلاء الآباء هو الإطار الخارجي لهذه الصورة الإلهية المقدسة، أما هذه الصورة الإلهية فهي قدس أقداس لا نعرف عنها. نعرف عن أنبا بولس السائح قصة دخوله إلى السياحة، وقصة مقابلة الأنبا أنطونيوس له ودفنه، لكن ما بين الاثنين 80 سنة كيف كانت حياته فيها؟ أصدق إجابة لا نعرف، كانت قدس أقداس هي الصورة الحقيقية. احنا بنعرف الإطار الخارجي بس، كيف نشأ، كيف خرج إلى السياحة، كيف تنيح، كيف كتبت سيرته، لكن حياته